حضرتك مصر عندك جهاز بيروقراطي تمام وروتيني بيحكم هذه البلد. موظف صغير تمام يوقف امضة رئيس وزراء. ليه؟ احنا بنقول احنا عايزين يا جماعه نشجع الاستثمار. عايزين نحل مشاكلنا، عايزين مصر دي تبقى ام الدنيا. طيب يبقى انا عشان اعمل الكلام ده لازم اشخص ايه سبب المشكله. كل الناس بتشتكي من ايه؟ تشتكي من روتين البيروقراطيه، الجهاز الاداري، ان ما حدش عايز ياخد قرار. طب ايه سبب هذا الكلام؟ كم القوانين المتضاده والمتضاربه اللي بتحكم هذه البلد. يعني زي ما اقول لسعادتك احنا طلع من مجلس النواب عندنا من ساعه ما اتعمل الى الان مجلس شورى القوانين ايام الخديوي اسماعيل لغايه النهارده 9000 قانون. 9000 قانون منهم 7000 قانون حضرتك من السبعينات فما دون ذلك. قوانين لا تتناسب مع العصر اللي انت فيه اساسا. الكاسه الاكبر من كده يا دكتور معتز ان احنا عندنا 85000 قرار اداري ووزاري طالعين من السادة المحافظين السابقين والحاليين، السادة رؤساء الوزراء السابقين والحاليين، السادة رؤساء الجمهورية السابقين والحاليين، كلها متناقضة مع بعض.